السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعل فيه الدروس والعبر والتبيان وأرشد به الإنس والجان وكان فيه البيان والغاية من خلق الإنسان وما خلق الإنس والجان إلا لعبادة الرحمن الحمد لله الذي أنزل سورة لقمان وأرشد فيها إلى التعامل مع الأبناء والصبيان والصلاة والسلام على سيد الخلق معلمنا النبي العدنان قل للفؤاد وقد تمادى غمه ما لي أراك مسهدا مهموما أو ما علمت بأن ربك قائل صلوا عليه وسلموا تسليما فيها يفرج كل كرب فادح وتكون ذخرا للمعاد عظيما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فبعد يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالغاية من قراءة القرآن العمل به وبأحكامه ولا يكون ذلك إلا بتدبر آياته ومعانيها والغوص فيها واستخراج اللؤلؤ الكامن في معانيها فليس الهدف تزيين البيوت بها أو السيارات
أو تعليق التمائم مما جعلنا نظن أن الشفاء بتميمة معلقة على الصدر فأشركناها بالله سبحانه وتعالى. ومن أهم ضروريات تدبر آيات القرآن الاستفادة منها في حياتنا، فالقرآن دستور حياة صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. وما دمنا قد تحدثنا سابقا عن أهمية البيت المسلم وأهمية تربية الأبناء تربية صحيحة صالحة، فإننا نتوقف اليوم عند سورة عظيمة وكل سور القرآن الكريم عظام، ألا وهي سورة لقمان، لنستنبط منها القيم والمبادئ التي تساعد المربي على تربية أبنائه. ولئن كان مصطلح التربية مصطلحا جديدا إلا أن القرآن الكريم هو المربي الأول لنا، فهو من لدن حكيم عليم. وبينما يسارع العالم ومعه كثير من المسلمين إلى دراسة النظريات الغربية في تربية الأبناء، إلا أننا نهمل القرآن ونصفق لأصحاب النظريات البشرية وننسى الخالق الذي هو سبحانه أدرى بالنفوس البشرية من كل علماء النفس والتربية. وما سأعرضه اليوم من دروس تربوية قيمة من قصة لقمان مع ابنه لهي خير دليل أن القرآن سبق من يسمون أنفسهم علماء نفس وأصحاب نظريات في التربية الحديثة. في قصة لقمان يبدأ الله سبحانه وتعالى التجهيز للاستماع، فيرخي السامع أذنه إذ يقول الله سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة، فكأنما ينبه الله سبحانه وتعالى القارئ أو المستمع أن الكلام القادم هو كلام إنسان حكيم وليس كلاما عبثيا. وطبيعة الإنسان الجاد الحريص أن يحرص على الاستفادة من الحكم والعظات، فكانت حسب علماء التربية الحديثة طريقة للتمهيد للدرس ولتشويق المستمع لما سيأتي بعد ذلك. يعني عندما نقول في المدارس، كلنا ذهبنا إلى المدارس، يوجهوننا كمعلمين أننا يجب أن نبدأ الدرس بطريقة تشوق الطالب، لا نبدأ الدرس مباشرة هكذا، يجب أن نعطي مقدمة تشوق الطالب. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، كأنه ينبهنا أن الحكمة الآن الكلام الذي سيأتي هو حكمة عن طريق لقمان الحكيم، الذي طبعا الله سبحانه وتعالى جعل الحكمة هبة أو وهبه الله سبحانه وتعالى من الحكم ما أو من حكمة ما وهبه. فكان لقمان الحكيم كلامه صادر بتوجيه رباني، فليس كل من وقف وصف كلاما كان حكيما، فالحكمة هبة من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن هل نحن جاهزون لتلقي الحكمة من لقمان الحكيم لننطلق معه رضي الله عنه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فمن الحكمة أن تشكر صاحب الفضل عليك، وأولى من يشكر هو الله سبحانه وتعالى، كما لا بد من شكر العباد إذا أدوا إليك معروفا، وإن لم يطلبوا ذلك فالنفس البشرية بطبيعتها تميل إلى ذلك حتى وإن كان العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالشكر نوع من المكافأة التي تثير دافعية متلقيها. أرأيت الطفل أو الطالب الذي يبدع في درسه لو لم يتلقى الدعم والتشجيع بعبارات تثير دافعيته للتعلم كان ليهتم؟ يعني تخيل المعلم عندما يسمع الجواب الصحيح أو عندما يحسن الطالب لا يقول له أحسنت، أو لا يحفزه، أو لا يفعل ما يثير دافعيته، ذلك صحبة الطالب، وبالذات هناك منافسة ما بين الأقران، فالطالب المجتهد كالطالب غير المجتهد لا يستويان، فلذلك لا بد من استخدام إثارة الدافعية، ومنها الشكر بعبارات تثير الدافعية. تخيل لو أن هناك طفلا يتسلق جبل، مسابقات تسلق الجبال وما إلى ذلك، فعندما يبدأ الطفل بجسمه ينهد لا يستطيع أن
يصعد أكثر، تجد هناك من يقول له أحسنت أبدعت يلا بسرعة يا بطل هكذا، هذا يعطيه دافعية لينطلق بسرعة أكثر وينسى التعب. فهذا الأمر كما هو في سورة لقمان كما هو موجود في علوم التربوية الحديثة، أن الدافعية إثارة الدافعية أمر مهم للتعلم. إثارة الدافعية لها عدة طرق ومن ضمنها الشكر والمديح والثناء وما ذلك. ونحن نقول يعني سبحان الله، قد يقول البعض هناك آية تقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، صحيح، لكن كما قلت الطبيعة البشرية وأنت كإنسان يجب أن تشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أسدى إليك أحد معروفا لا مانع من أن تسدي أن تشكره، حتى ولو كان غير مسلم. مما قرأت فيما مضى قصة أن أحدهم كان راكبا في قطار، فكان هناك فكان معه أمتعة، فجاءت امرأة فساعدته في حمل الأمتعة وجلست ولم يقل لها حرفا، وعندما سألته كانت تنظر إليه باستغراب، وعندما نظر إليها قال أنت تتوقعين أن أشكرك؟ قالت هذا أقل شيء، لقد ساعدتك. قال أنا مسلم وأنت غير مسلمة. تخيلوا هذه الدعوة للإسلام، كيف تقول لها هذا؟ هي ساعدتك بلطف منها وتقول لها أنا لن أشكرك لأنك غير مسلمة، هذا والله مخالف للإسلام ولا يجوز. نتابع مع لقمان الحكيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر، شوفوا هذه آية واحدة فيها مدرسة من الدروس والعبر. وإذ قال لقمان لابنه، ماذا ممكن أن نستفيد؟ فكروا معي ماذا ممكن أن نستفيد؟ هذه ثقافة الحوار مع الأبناء والنصح، هذا دور الآباء. كما قلت سابقا بعض الآباء يظن دوره ماذا؟ يذهب إلى العمل، يحضر الطعام والشراب، أمنت لك المسكن، ماشي عايش ماشي، لكن ينسى الأمور المهمة، العلاقة بين الابن وأبيه، فهذه من الأمور المهمة، قضية الحوار. وهذا الحوار يرفع قيمة المربي مع ابنه، أيضا يفتح قنوات الاتصال مما يقوي العلاقات بين الآباء والأبناء. كثير من الآباء يتجاهلون أبناءهم، أين ابنك؟ لا أعرف. ماذا يفعل ابنك؟ لا أعرف. طب ممكن يكون في مأساة ابنك، ممكن يكون واقع في مصيبة ابنك وأنت مش شاعر، والله بيجي على البيت بنام ما بحس بإشي. لا، كلنا مررنا في مراحل مراهقة، كلنا مررنا في مشاكل، فأولى أن تستمع إلى ابنك، لا تنتظر أن يأتي ابنك إليك ويقول أنا عندي كذا وكذا. هو ينظر إليك الأب، الأب بالذات إذا كنت ممن يشتم ويضرب وإلى آخره، أنت ابدأ، تعال يا بني ماذا عندك، وابدأ الحوار معه بشكل مستمر، فأن يأخذ المعلومة منك وأنت رغم قسوتك أحيانا أحرص من غيرك على ابنك. إذن لا يوجد أحرص من الأب على ابنه، لذلك لا بد من فتح جلسات تواصل أو حوارات مع الأبناء، تطرحون الأسئلة عن مشاكلهم وتسمعون لأحوالهم وأقوالهم، هذا أفضل أم يذهبوا إلى قنوات أخرى يسمعون منها. يعني أذكر على سبيل المثال وبالذات في الدول العربية بقضية المراهقة، من منا جلس معه أبوه وعرض عليه قضايا المراهقة، قضايا البلوغ، التغيرات التي ستحدث في الجسد؟ كثير من الناس أخذ معلوماته من طرق ضالة فأضلته. أيضا شبكات، حتى البعض يريد أن يتعلم الدين فيذهب إلى شبكات أو قنوات مشبوهة. يعني أعطي مثال، قنوات عدنان إبراهيم التي اشتهرت بين الناس هي ضالة مضلة، يضع السم في الدسم، كثير يستمع له، ورغم أن العلماء تحدثوا عنه وقالوا أنه ليس مؤهل وفيه ما فيه من الأخطاء. فهذه الأمور لا يجب أن لا نتجاهلها، هذه الأمور قد تأخذ ابنك إلى الضلال وأنت غافل عنه لا تدري. إذن واجبك ليس تأمين المال والطعام والسكن والملبس، واجبك أن تفتح قنوات حوار معه، خيرا له من أن يضيع. حاوروهم، عضوهم بالحسنى، استمعوا لهم، ليكن الحوار في اتجاهين. ماذا يعني اتجاهين؟ يعني مش أنا دائما أعطي النصائح، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، لا، استمع منه، قل له الكلمة واستمع لجوابه، قل له السؤال واستمع لجوابه،
استمع لسؤاله وجاوبه، ليكن هناك حوار، اجعله يشعر أنه يكلم صديقه، لتكن العلاقة بالإضافة إلى الأبوة علاقة صداقة. تخيل عندما تمتزج أبوة مع صداقة مع أخوة مع مع إلى آخره، كيف سيكون الحاصل؟ لذلك يجب أن تفتحوا هذه القنوات، وليس كما قلت في اتجاهين، وليس في اتجاه واحد. أما قوله تعالى وهو يعظه، فهذه تعني هي جملة اسمية تعني الاستمرارية، يعني أن سيدنا لقمان كان يعظ ابنه باستمرار، فيجب دوما أن تحاول أو أن تترصد الفرص لتعظ ابنك، وكذلك بالنسبة للأم أن تعظ ابنتها. ثم يتابع لقمان قائلا يا بني، تخيل يا بني، أنت شعورك لما يكون والدك يناديك يا ابني، هذا شعور جميل، بدل ما يناديك كما قلت سأقول اليوم سأتحدث بعد قليل، البعض ينادي ابنه بيا ولد، يا أخي ليش يا ولد، يعني أخليك لطيف مع ابنك. البعض يكون لطيف جدا بالخارج مع الناس، وعندما يذهب إلى بيته يتحول إلى شخص آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فأنت الأفضل أن تكون خير فيك لأهلك وليس للآخرين. طبعا الخير في المسلم مع الكل، لكن من المقدم هو الأهل جميعا. فأنت عندما تنادي ابنك يا بني، هو يشعر بالقرب منك، يجب أن تناديه يا حبيبي يا قرة عيني يا فلذة كبدي. البعض ممكن يضحك، ما عمره سمع أبناءه أو آباءه نادوا بهذه الطريقة. إذا كانوا آباءنا أو آباء البعض غلطوا، فما زال أمامنا الفرصة لتصحيح هذا الأمر لكي لا نخسر أبناء. قد البعض منا، وبالذات خلينا أقول الذين جئنا من بلاد الشام وغيرها من البلاد، علاقتنا مع آباءنا كثير منا فقط كانت كما قلت، يعني المهم دراستك ماشية، عندك اللي بدك إياه لطعام اللباس وخلص، ما في قنوات حوار. لذلك كما قلت هذه الأمور من المهمة. طيب كيف بدي أحاوره، بدي أستقطبه، كيف بدي أستقطبه؟ أنا يدي يا ولد، ما رح يحكي هذا بناديني يا ولد شو شايفني، لكن أنا أنادي يا بني يا حبيبي بطريقة طيبة وليس بسخرية. هذه كما قلت قوي يعني العلاقة، وقد لا تشعر بأثر هذه الكلمة. كما قلت البعض ينادي ابنه يا ولد، والمأساة عندما ينادي البعض ابنه يا حمار، أجلكم الله، دائما البعض ينادي ابنه ولك يا حمار ولك يا زفت ولك يا كذا، آسف أنا بستخدم مصطلحات بلاد الشام لكن أكيد معروفة، فيكون في نفس الطفل أنه حمار فاشل. تخيل الطفل طول الوقت تناديه يا حمار، أجلكم الله، راح يكبر وداخله شو بنسميها النفس الداخلية، انه خلص هو حمار، خلص مهما فعل انا حمار، اجلكم الله، هو وليس انا، هو حمار. فلذلك كما قلت هذا سينمي في طفله فيكبر على ذلك، تموت شخصيته، لا يوجد شخصية له، خلص هو يضع في 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 باطنه عقله الباطن انه لا شيء، لانه تعود على الإهانة من ابيه فيتقبل الإهانة من غيره ومن غيره، فينشأ مهزوز الشخصية. كذلك يجب ان تكون على الهامش قدوة لابنك، يعني كثير من الآباء بينادوا زوجاتهم امام، يعني كنا نحكي عن الأبناء نتحدث عن الزوجات، بينادوا ابنائهم زوجاتهم امام ابنائهم وقومي جيبي لي كاسة مي، هاتي أعطيني كذا، يلا يا مرة قومي طبخي لنا، الواحد جاء من هذا الكلام إلى آخره في البيت. ما أجمل لو قلتي لو سمحتي لطفا، إذا كنت أنت تقدر تقوم قوم أنت، ليش لازم هي، يعني هي بتشتغل شغل البيت وكل إشي وأنت بتيجي على البيت تجلس السيد، يعني هي ما وراها شيء، كن عونا لزوجتك. فكما قلت حتى لو طلبت منها أمرا أطلبه بلطف، لأن ابنك سيقلدك في المستقبل عندما يتزوج، سيقول سيضع في ذهنه أنه من الطبيعي أن ينادي زوجته بهذه الطريقة، لأن أباه كان ينادي أمه بهذه الطريقة. طيب الآن يتابع لقمان العظة والنصيحة ويقول لا تشرك بالله. إذن لماذا قال، لماذا بدأ بالشرك لا تشرك بالله؟ لأنها أهم شيء، وهي دعوة كل الأنبياء والرسل، هم أول بداية كانت لا تشرك بالله أبدا، هي توحيد الله سبحانه وتعالى. فنبدأ بحياتنا بالتوجيه والإرشاد بالأهم والمهم، ولا ينفع ذلك، ولا ينفع أن تقول لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك، فلا بد من بيان
السبب. كثير منا ينهى أبنائه لا تذهب إلى السوق. طيب الابن بده ليش 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 ما حكى لي لا تذهب إلى السوق؟ أكيد في إشي. طيب وضح له. لذلك سيدنا لقمان قال لا تشرك بالله. ليش؟ إن الشركة لظلم عظيم. وضح له السبب. أنت عندما تقول لابنك يا بني لا تذهب إلى السوق، الابن طب أنا شاب بدي أطلع. طيب شو يعني تذهب إلى السوق إذا ما ذهبت للضرورة؟ ما زلت أتحدث في خطب ماضية وللآن أتحدث، واليوم صباحا كنت أتحدث مع الأخوة يقول لو تجد شبابنا يذهبون إلى منطقة الأسدين عند الكونسل ويجلسون ويراقبون البنت الرايحة والجاي. واحد بيحكي لي إيش؟ لا أبشرك مش بس شباب، حتى كبار بالسن جالسين هناك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الأسواق بشر الأماكن لم يوصفها بذلك عبثا، وإنما وصفها لأنه يعلم أنها أماكن الشيطان. فلذلك عندما يذهب البعض ويجلس ويقول أنا أرفه عن نفسي، وكأن الترفيه عن النفس لا يكون إلا بأمور محرمة. وين غض البصر؟ وين احترام الغير؟ وين أعطوا الطريقة حقه؟ وين؟ إحنا للأسف كانت الحياة عادية ماشية، بدينا جينا لهاي البلاد صرنا نروح زي ما قلت على السيتي سنتر ونقعد عيوننا، وممكن إذا بنقدر نركب ميكروسكوب بنركب لو تزبط على النظارات، بس ما تزبط للأسف. فلذلك بقول هذه من الأمور المهمة، عندما تنهى ابنك وضح له يا بني لا تذهب، هذا مكان سيء للآثام والاكتساب المعاصي. إذا كان أمر مش ضروري مش ضروري تروح تجلس هناك وتقعد تراقب الرايح والجاي. فلذلك يجب أن توضح هذا النهي، ويجب أن تضع في بالك أن تربيتنا تختلف في هذه البلاد تختلف عن تربيتنا في بلادنا التي كنا منها التي جئنا منها. لذلك يعني آسف أقول هذه الأمثلة، وكما قلت عندما أذكر بعض الأمثلة أذكرها ليس للتشهير والله، فإنما هي للعظة والعبر. كثير من النساء كلنا مغلوبات على أمرهن في بلادنا، لأنه للأسف طبيعة السيد في بلادنا، طبعا السيد مصطلح مصري لكن هو موجود في كل الدول العربية، يعني دائما كبت واوا إلى آخره. فجاءت إلى هذه البلد شفت كل إشي ما شاء الله، انطلقت فتركت زوجها تركت أولادها عملت مصايب معهم بسبب الكبت الحاصل في البلاد. فلذلك يجب أن تفكر هنا جيد أن تفكر جيدا أننا في هذه البلاد ليس كبلادنا، وأننا بسنوات عمرنا ليس كسنواتهم. سبحان الله الوقت يمضي سريعا، لذلك سأتوقف في الخطبة الأولى هذه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يتابع لقمان الحكيم وصاياه مع ابنه، والمهم جدا هو استغلال لحظات الأسئلة. يروى أن ابن لقمان رأى البحر المتلاطم للأمواج، فسأل لقمان سأل أباه قال يا أبي أيعرف الله سبحانه وتعالى الحبة أين تذهب؟ طبعا هنا استغلال، سألك ابنك سؤال استغل، ما تقول له بعرف مع السلامة. لا، سيدنا لقمان استغل، قال إيش؟ قال له أجابه يا بني إنها إن تكو حبة من خردل فتكن إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه مهمة، يعني ما قال له نعم هذه الحبة الله يعلم، ما قال له حتى مش بس الحبة، الأصغر من الحبة. أعطاه درس آخر أنه حتى الأصغر من الحبة الله سبحانه وتعالى يعلمها. أيضا مش بس بالبحر، في كل مكان. هنا مهم جدا يجب أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى معك في كل مكان. ليس المهم والله إني أتخبي من الناس ومش شايفيني، لا، بدي أستشعر أن الله سبحانه وتعالى كما نقول دائما الله ناظر إلي الله مطلع علي. فكل أموري بدي أقرر أن الله سبحانه وتعالى مراقبني. الله سبحانه وتعالى الذي يعرف ماذا في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وما إلى ذلك، يعرف ماذا نتصرف، يعرف ما نخفي وما نعلن. فلذلك يجب أن نستشعر
عظمة الله سبحانه وتعالى، نستشعر خوفه. مش أمام الناس أكون ما شاء الله شيخ ما شاء الله عني، وبيني وبين نفسي أو عن بعض الناس شيطان المريد، هذا نفاق وهذا شرك والعياذ بالله. فلذلك يجب أن تحرص على استغلال الأوقات الأسئلة أو أسئلة الأبناء لتوجيههم التوجيه المناسب، ولا ينبغي أن تنزعج من أسئلة أبنائك أو أطفالك. كما يقول علماء النفس، ونرجع لعلماء النفس ونربطها مع القرآن الكريم، يقولون أن الطفل كثير الأسئلة هو طفل ذكي، فيجب أن نستغل ذلك ذكاء الطفل. عندما يبدأ يسأل قل أوف يا أخي روح حل عني، والله أني تعبان أبصر إيش، هذا ينفر الطفل ويتعبه ويبعده عنك. خذوهم على قدر عقولهم، جاوبوهم قدر الإمكان، لا تنزعج من كثرة أسئلته. هذه الأسئلة كما قلت دليل على الذكاء، تعاملك معه بطريقة مناسبة ينمي ذكاءه. إحنا لا نريد الطفل المحبط كما ذكرنا، أسكت أسكت. لذلك على الهامش أيضا البعض يمنع أبناءه من الجلوس في مجالس الرجال، قل له اطلع وين، احنا زلام قاعدين مع بعض، رجال جالسين مع بعض، روح. لا يا أخي، احضر ابنك لمجالس الرجال، خليه يسمع كلام الرجال، خليه يتربى ليكون كالرجال، مش صايع مايع دلوع وما إلى ذلك. فيجب أن تنمي هذه الأمور. تذكر أيضا أن خيال الطفل واسع جدا، لذلك يجب أن تكون أن تدخل في هذا الخيال. عندما يبدأ الطفل يتخيل ويبني أسئلة على هذا الخيال، أنت ادخل هذا الخيال، كن جزء منه، اعمل اللي بتقدر عليه لتنميه لتصححه. قد يكون مخيلاته أمور غلط، فأنت عندما تدخل معه تكون جزء من هذا الخيال، توجهه إلى التوجيه الصحيح. وأفضل كما قلت من أن يلاقي في مكان آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناء المسلمين جميعا، وأن ينبتهم نباتا طيبا مباركا بإذنه تعالى. الوقت يمشي، لكن إن شاء الله إن كان قدر الله نتابع وصايا لقمان في خطمة قادمة بإذنه تعالى. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباء آبائنا، اللهم ارحم من له حق علينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، إنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين جميعا، واجعلهم يتبعون سنتك وكتابك. اللهم آمين. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم إن صلحوا فإن الأمة تصلح. اللهم إن كانوا دمارا على الإسلام فكن عليهم يا رب العالمين. اللهم كما قلنا، اللهم من أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم آمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم يا رب العالمين، صلاة في مسجد الأقصى وهو محرر يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا في هذا المسجد، اللهم اغفر لمن له حق علينا. اللهم يا رب شافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم ارفع درجاتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم إن لقيناك فخفف عنا سكرات الموت. اللهم يا رب اجعل قبورنا وقبور أحبتنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها من حفر النار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.